السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو من الفيديوهات الانيميشن اللي تم صناعتها في بلندر. ده كده الفيديو، هنشوف تفاصيل الفيديو او behind the scenes. ده الفيبورد، بان السيارة طبعا الكوبري لازم يتعملوا موديل، وده هنا المدينة وهنا النهر. بان السيارة مش في خط مستقيم زي باقي السيارات، فلازم يكون في كيرف وفول باص. طبعا موجود على القناة فيديو ازاي نعمل رجلي السيارة، هسيب اللينك في الوصف. ده السوليد فيو، وبعد ذلك الفيديو مش هو تقريبا 5 ثواني. لو حد عايز ينشر الفيديو بأسرع طبعا يستخدم موديلات للسيارات جاهزة. مطار ده في الشارع، وده كده الباص اللي ماشي على السيارة. فده كلام سليم، والخلفية اللون الأخضر دي المدينة زي ما هو واضح. وطبعا السيرفس الأسفلت عن طريق البروسيجر نود، فممكن يكون فيه اللي هو البامب سيرفس والمياه اللي هي الويت سيرفس الويت ماب. طيب ده كده الفاينل، ممتاز جدا، اكيد واضح الكواليتي من اكتر من زاوية، من اكتر من كاميرا. نجد الكاميرا العلوية، هسيب لينك للفيديو في الوصف بحيث حابب يطلع على اللينك او المصمم الاساسي لهذا الفيديو.